4 الصباح بالسلطه المحليه بالدوريه كامله ديال كازا جات تهجمت على الناس. كاين اللي مسكين معاق، كاين اللي راجل كبير، اطفال، لا حوايج لا اوراق لا لي كارت لا دواء. البنت مسكينه كدير تقاطر لعينيها غتعمى من عينيها، وحده زحافه هزوها لاحوها، هزوها جات لامبيلانس داتها السبيطار كتبوا لهم بان لقيناها متشرده في الزنقه، وهي عندها والدي عندها خوتها هازينها. دابا حنا كنعيشوا في الزنقه، بيتين في الزنقه، كل شيء بيت في الزنقه، ولاد صغار شباب شياب لا يعقل. الا كانت هذه دوله الحق والقانون تعطي الناس الحقوق ديالهم، حنا الناس شافونا باركين في الزنقه، خرجوا طوموبيلاتهم من الكراج وسكنونا في الكراج. واش بنت نعس حدا ولد براني؟ واش بنت شابة تنعس حدا ولد جيرانهم في داك الكراج؟ راه عيب. وفينك سيدنا؟ وفينك؟ وجي شوف الشعب ديالك. انا مدوز لارمي وما كرهتش نرجع لارمي، دابا حاليا رجع لارمي وندافع على بلادي. ولكن سيدنا بغيتك تشوفني وتشوف حالتي وتشوف حال جيراني، حاجه عيب. وانت سيدنا عزيز عليك الدرويش. نقطة ان الرجال السلطه اللي جاو فيما كنهضروا معاهم كيقول لك هادشي جاي من الفوق، يعني كينعتوا لجهه الملك، ان سيدنا هو اللي قال لهم الزوم واحد الانسان اللي هي اونديكابي ولو حاز الزنقه بواحد الطريقه همجيه. واش هادشي سيدنا غادي يبغي؟ وسيدنا غادي يبغي الباشا ولا القيد يضرب مرا كبيره اكبر منه قد امه؟ واش سيدنا غيبغي لينا هادشي؟ غيبغيو يجيو واحد الطريقه تعسفيه يريبوا لنا دارنا؟ ما عطاونا حتى شي نوتيفيكاسيون على اساس انهم جايين يريبوا لنا دارنا. واش ماشي حشومه؟ سيدنا هادشي كامل كيرجعوا لك على ظهرك. هاد الناس ما عطاهم حتى شي تعويض لا حتى شي حاجه، جاوا خرجوا من الزنقه. واش ماشي حشومه؟ عندنا الناس قصيرين دراري صغار كيلعسوا في الزنقه ضيعوا لنا قرايتنا. واش ماشي حشومه؟ حتى حنا بغينا نوصلوا، حتى حنا بغينا نوليو. حسبي الله ونعم الوكيل. هادشي اللي غنقول، نهضروا على الحق ديالنا ونرفعوا صوتنا باش يوصل لسيدنا. كيقوموا كيصيفطوا لنا الناس تهديدات، نفس انا براسي صيفطوا لي جوج مره وراجل كيهدوني كيقولوا لي قالوا لك الا ما مشيتيش غادي يجيو يغبروك. هادشي من هنا واش انا نتهدد؟ واش الا دوى على حق واش حد يجي يتهدد؟ واش ماشي حشومه؟ هاد الناس ما عندهم حتى شي منفذ اخر من غير الزنقه. راه ما كتشوفوا هادو عاطينهم الناس، حنا كنعسوا ليه. كون كان هاد الناس عندهم شي ملجا اخر ولا عندهم شي مدخل العيش راه ما غاديش يسكروا تما في الزنقه. حنا بغينا حقنا سيدنا، شوفنا حنا راه كنتعذبوا. واش ماشي حشومه هادو يجيو يريبوا لنا ديورنا؟ نعسوا حنا في الزنقه سامحين في القريه سامحين، ماشي حاجه شحال من حاجه. حسبي الله ونعم الوكيل. هادشي اللي غنقول. جزيكم بخير. واش هاد المحكمة الإدارية اللي حكمة لينا دايرها الدستور؟ دايرها الدستور ياك، حكمت لنا عباد الله عدم الاختصاص، إلغاء حكم الإفراغ. وبما أن حنا الدولة المغربية، الدولة المغربية شكون هي؟ هي الملك، حطنا هنا بالإذن ديالهم، إذا حنا راه ما محتلينش الملك العام. وانتوما اللي كتنقزوا هاد المساطير كلها وتنقزوها، حكم إداري حكم باسم جلالة الملك وكتنقزوا هاد الشيء. واش حنايا واش بغيتونا نمشيو للأمم المتحدة؟ فين غادي نمشيو؟ لمن غادي نشكيو؟ مقلينا حتى شي واحد الله فوق كل شيء. راه لا إله إلا الله الملك، الله يجازيك بخير، حنا راه الرعاية ديالك، حنايا راه مواطنين كامل المواطنة، تعاملوا معنا. واش هذا هو الجزاء ديالنا؟ واش هذا هو الجزاء ديالنا؟ كنقولوا عاش الملك. واش صوتنا على الدستور بنعم هذا هو الجزاء ديالنا نباتوا في الزنقة؟ لا، هادشي ما كيبغيه لا الله لا العبد ولا اله الا الله. راه الناس هنايا باش ما نقولش انا، راه الناس راه هزات سلاح في 1940 على قبل هاد البلاد تحاربوا، الناس مدوزين لارمي، الناس معاقين، الناس ما عندهمش، كلنا فقراء لله. حنا ما كنطالبوش شي شخص ولا محسن، كنطالبوا الدوله المغربيه راه عندنا حقوق، احترمونا الله يجازيكم بخير.